ما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من السلام عليكم، كيف صبحتم؟ لاباس عليكم؟ مزياني؟ كل شيء بخير؟ كل شيء مزيان؟ صحة مزيانة؟ هذه مدة ما طلت عليكم، تقريبا هذه شهر ونص ما عملت شي فيديو. كانوا عندي شي ظروف خاصة اللي ما كانش عليا أو لما كنتش نقدر أنني نزل لكم هيدا شي فيديو. أول حاجة كنت كناخد واحد الراحة اللي ممكن أنني نرتب فيها الأفكار ديالي ونعرف راسي فين أنا وشنو كنعمل بزاف ديال الحاجات. وهاد الخطوة هذه أي وحدة فينا خصها ضروري أنها تعملها في الحياة ديالها باش أنها تقدر تركز، خصها تبعد على كل شيء. هذه واحد الحاجة عادية، وأنا في خلال هذه الفترة هذه غيبت على الانستغرام وعلى اليوتيوب وحتى على المحل، ما كنتش كنمشي بزاف، كنت كنمشي مرة هيدا، يعني تقريبا وقفت بزاف ديال الحاجات عليها كنت غايبة عليكم. ودابا هنايا اليوم حيت رجعت ورجعت يعني وانا مقتنعة بيا المليون في المية من القرارات اللي خديت ومن الحاجات اللي عملت، قلت هي هذه كنشارك معكم هيدا واحد الفيديو ونصور معكم واحد الفيديو، خصوصا انني توحشتكم بزاف. وانتم كتعرفوني انا من نوع ديال الناس اللي ما نبغيش انني هيدا نطلل عليكم او نبان عندكم وبشي طاقه سلبيه، او لا انا ماشي متحفزه وماشي 100%. كيعجبني انني نحاول بما امكن انني نفرحكم ولو غير بالهضره ولو غير بشي تشجيع او لا بشي هضره، ولا انني نوصلكم واحد الطاقه سلبيه. هادشي هو اللي كان خلاني انني نبعد. هذا فقط بعض المبررات للناس اللي كانوا كيقولوا لي الكسوله، غيبتي علينا، ما بقيتيش حاضره معنا. لكن ان شاء الله دابا انا رجعت، وان شاء الله غتعجبكم حتى الجلسه اللي جلستها. حيتاش شنقول لكم، مي كتجلس كيكونوا عندك افكار، كيرجعوا عندك بزاف ديال الحاجات اللي ممكن انني نقدر نفيدكم في بزاف ديال الحاجات. وان شاء الله الايام بيننا وغتكتشفوا معايا كل شيء. صافي جبرتوني هنايا، مشيت للمحل. اول حاجه مشيت شريت الجوهر وشريت الحاجات اللي كانوا ناقصين لي كاملين، وباقي غنمشي نشري. هنايا اليوم كانت عندي هاد البياسه هادي، كان خصني نرش لها هيدا شي حجيرات ونزيد لها هيدا شي حاجه ديال الزواق، وفي نفس الوقت خصني نمشي نشري الحجيرات باش هكذا نعمل بزاف ديال الحاجات في هذا النهار. هذا قبل ما غنمشي للمحل اكيد خصك تكتب الورقه والسيلو الحاجات اللي خصك تشريهم والحاجات اللي باغيه تعملهم هكذا باش كتجبر الوقت. نتوما كتشوفوا الحجار ما بقاليش بزاف، بقالي غير شويش ومخلط، يعني ماشي 100%. لكن ان شاء الله مع المده ديك الساعه نوري لكم الحجيرات بحال هيدا اللي كيكونوا مخلطين شنو ممكن اننا نعملوا بهم. هنايا غير هزيت اللي ممكن انه يصلح، ومثلا كيكونوا حجيرات كاملين بحال، اما الحجيرات اللي كيكونوا عشوائيين دابا ان شاء الله نعملوا بهم موديلات ونعملوا بهم جليبات وحاجات هيدا اللي هما خفافين ومزيونين. صافي هنايا جبرتوني مشيت الكارفور ولا سوكو التو باش هيدا نتسخر ونشري بعض الحاجات اللي كان ناقصين لي في الدار والحاجات اللي بغيتهم هكذا نتسخروا كاملين. وفي نفس الوقت من تما غندوز ديريكت عند مول الجوهر، حيت كان خصني ضروري نتسخر بحال بيرلات بحال الحاجات اللي ناقصين ديال الام جي بي وديال الحجيرات هادو اللي كيكونوا جدادين والخيوط، بزاف د الحاجات. حيت انا قلت لكم غيبت، يعني السلعه كانت سالت لي من المحل مره ما بقاتش. ودابا غنشارك معكم نهار اخر اللي هو غنمشي فيه لواحد القهوه اللي هي هذه مزيونه بزاف، جات الجهه ديال ايبيريا، عرفتوا كتحس بواحد احساس مزيون عجبتني، قلت ضروري ما نشارك معكم الموقع بالضبط. هنايا غنتلاقات واحد السيده اللي هي اسمها منيا، هي مولات صالون او لا مركز ديال التجميل اللي غنمشي ان شاء الله عندها اليوم. كتعمل مساج، كتعمل بزاف ديال الحاجات. تلاقينا هنايا انا ومريم، وفي نفس الوقت حتى هي جات باش نفطروا هيدا مع بعضيتنا، ومن تما غنمشي. واكيد من غنمشي ان شاء الله عندها غنخليها هي تشرح لكم بعض الحاجات. بالنسبه للناس اللي كيسقسيوني دائما واش كتعرف شي موطع في طنجة اللي ممكن اننا نمشيو ليلو، وحنايا
مرتاحين 100% بانك كيكون عنده برودويات مزيونين والحاجات مزيانين وكتقدر تهلا فيك من ناحيه المساج، من ناحيه ديال اي حاجه بغيتيها كتعملها لك. صافي هي هذيك، قلت غنشاركها معكم. سبق لي شاركتها معكم في انستغرام في اكثر من مره، ودابا نخليكم مع الفيديو تسمعوا الشرح بنفسكم. هذه بالضبط هذه لا بريسيون ثيرابي. لا بريسيون ثيرابي هي واحد العلاج كيدار بالضغط اللي كيدير لنا واحد الدريناج لامفاتيك. هي تقنيه كدير التدليك بالضغط. اشنو كدير؟ كتحفز الدوره الدمويه. علاش انت دابا حسيتي بالراحه؟ حيت كتحفز الدوره الدمويه والدوره اللمفاويه، حتى عندنا جوج هذا الدمويه واللمفاويه، يعني لا سيركولاسيون سانغين اي لامفاتيك. والدوره اللمفاويه هي اللي كتساعد باش كنطردوا السموم من الجسم ديالنا. دونك هاد لا بريسيون ثيرابي شنو كتعالج لينا؟ كتعالج لنا الاحتباس في الماء، الاحتباس ديال الماء، يعني لا ريتونسيون دو، اللي كيحسوا برجليهم منفوخين، راه هذاك الاحتباس ديال الماء كيكون عندهم، واللي كيحسوا برجليهم ثقل ديال الساقين، كيحسوا برجليهم بحال ثقالين، يعني كيتسموا دي جون بلوغد، كتحس برجليها ثقالين، ثقالين، كتصلح لها هاد لا بريسيون ثيرابي، هاد الآلة هادي، و اون ميم طون كتعالج لنا السيلوليت والالم في العضلات وفي المفاصل، يعني لي دولور ميسكولار و ارتيكولار. هي كتريح 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 عرفتي، كتجيب النعاس واعره بصحه وراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله. ودابا راه دايره بروموسيون 10 ديال لي سيونس، نورمالمون كانوا ب 2000، دابا دايرينهم ب 1500 درهم 10 ديال لي سيونس. مزيان، اللي بغى يرتاح واللي بغى يحيد يدير الدريناج لامفاتيك، يطرد داك السموم اللي عنده في لو كور ديالو، بيسكو فيها دابا هذه راه فيها الرجلين واليدين وحتى وحتى الكريشه. الكريشه او الجناب، وهذا يعني كل الدريناج لامفاتيك يكون في الجسم كامل كامل. اللي بغى يستافد دابا راه حنا دايرين بروموسيون. مرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين عندها. الله يلمتي. وبالنسبه للمشاكل ديال الوجه، كاين شي واحد هايده مثلا عندها شي مشاكل ديال الوجه، شنو ممكن؟ بالنسبه للمشاكل ديال الوجه، اول حاجه كنبداو بالهيدرا فاسيال. علاش؟ حيت سي تان نيتواياج اون بروفوندور، يعني كنديروا واحد كننقي الوجه بعمق. دونك ملي كتنقى الوجه عاد ديك الساعه يمكن لنا نديروا ان تريتمون، حيت في الاول كيكون نيتواياج ومن بعد عاد كنعطيو التريتمون. التريتمون اشنو فيه؟ بيان سور فيه دي بروتي، فيه دي فيتامين، فيه بزاف ديال الحوايج، لاسيد هيالورونيك، على حسب لو بوزوان ديال شاك كليون. كنشوف الوجه ديالها وكنشوف شنو خاصها، يعني كيتسمى ان تريتمون سبيسيفيك. دونك في الاول كيكون ان سوان اللي هو ديال نيتواياج، كنديرو بيدرا فاسيال باش يكون ان سوان اون بروفوندور، كننقيو الوجه مزيان من كلشي، ليكستري سيبوم، لي بوان نوار، كلشي. والحصه الثانيه اولا في نفس الحصه، على حسب السيده واش يمكن ليها ديرها في نفس الحصه اولا في حصه ثانيه، دونك ماشي مشكل. ديك الساعه عاد كنديرو ان تريتمون سبيسيفيك. دونك ان تريتمون سبيسيفيك كيكون بواحد لاغام اللي هي ناتوريل، اولا يمكن لنا نديرو ميكرونيدلين. ميكرونيدلين هو واحد تريتمون اللي هو زوين بزاف، حيت كيسمح لنا بان هذوك الخلايا كيتجددوا، اي اون ميم طون السيروم اللي كنستخدم على حسب الوجه ديال كل وحده، السيروم كيدخل في لابو بواحد الطريقه اللي كيخلي لابو كتستافد منه 100%. وهذا الميكرونيدلين هذا ما كيكونش في حصه واحده، باش كيعطي ليفي ديالو 4 الحصص حتى ل5 الحصص، باش كيعطي ليفي ديالو، ولكن ليفي ديالو زوين بزاف بزاف. ميكرونيدلين هذه التقنيه ديالنا. الاسمنه نورمالمون دابا حتى هما دايرين فيهم بروموسيون، بحال دابا اللي بغى يدير حصه وحده راه 800 درهم ديال هذا، ولكن حصه وحده ما غدير حتى شي حاجه، ما تعمل والو، غيحتاج الحصه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ماكسيموم 5، يعني قد ما دار الواحد قد ما نزل، ولكن ليفي كيبان ابارتيغ دو لا 4 سيونس. من 800 درهم انا دابا دايره الحصه بروموسيون 550 درهم. 550 ثمن، وهذا الثمن مزيان، ثمن مزيان، والتقنيه اللي كنخدموا بها زوينه بزاف. من بعد كنديروا واحد لو ماسك، يعني كاين بزاف فيها تبارك الله عليك، بارك الله فيك. ولي برودوي اللي كنخدموا بهم دي برودوي دو كاليتي، شي حاجه مزيانه اللي ما غتلقاوهاش بارتو، ما غتلقاوهاش يعني عند كلشي، يعني كاين دي برودوي اللي كنخدم بهم مستوردين، وكاين دي برودوي اللي كنخدموهم فريمون كيعطيو دو ريزولتا زوينين بالنسبه لابو غراس او لا بو سيش او لا بو اللي فيها لي تاش. واخا لي تاش هما هاد لوبيتا هادي حتى كيبرد الحال، ديك الساعه كنبداو نخدمو بلي برودوي، خصوصا دابا شهر 8 تقريبا هو تسالا،
وحاجه اخرى دابا هذا هو الوقت ديال العنايه هذا هو الوقت ديال العنايه اكزاكتومون وعاوتاني اللي عندهم لي بور ديلاتي يعني هذوك الوجه كيكون شي شويه مثقب هذاك حتى هو هذا التريتمون اللي كنديروا بالميكرونيدلين كيعالج هذا المشكل هذا بزاف بزاف هذوك لان هذوك المسام ما كيبقاوش كيتسدوا دونك ما كيبقاش الوجه كيبانوا فيه هذوك النقاط كبارين ولا هذا هذيك صوتو كيكون عند لابو غراس اللي ما كتقدرش تنفس دوك المسام كيتحلوا بزاف باش لان لابو كتنفس كيعمروا بالسيبون كيعمروا باللي بوين نوار دونك كيكون المنظر ديال الوجه شويه هذا المشكل هذا حتى هو كنتريتيو هنايا مزيان تبارك الله عليك بارك الله عليك وشكرا بزاف مرحبا نهار كبير هذا الله يجزاك بارك الله فيك مرحبا بك اللي كتعدل لي دابا حاليا بالنسبة للمدة شحال مثلا كديد المدة مثلا شي وحدة جات تعدل عندك ولا دابا انا مثلا كنعدل عندك بشحال المدة ساعة جوج ساعات بشحال الوقت بحال دابا على حسب بحال دابا كاين اللي الحجبان ديالها كيكونوا غلاضين المدة ديال اللي كنوضعوا فيها هذاك البرودوي كتكون زايدة على يعني وحدة اخرى اللي عندها الحواجب شوية رقاقين دونك على حسب نقدر نقول لك من الا كانوا الحجبان بوحدهم غنقول لك من نص ساعه حتى لساعه على حسب الحجبان كيفاش دايرين دونك حتى كتجي عندي السيده وكنشوف الحجبان ديالها كيفاش دايرين وملي كنديروا البرودوي ديك الساعه كنبقى كنتشيكي يعني كنشوف فين وصل هذا الشعره دونك الا كانت بان ليا الشعره باقي ما شدش فيها البرودوي كنخليها وقت اكثر دونك على حسب من وحده لوحده واللي كيدير عاوتاني الشفار والحاجب في دقه وحده دونك عاوتاني هذاك كتجي احسن ها هو استفد منهم بجوج يعني ماشي غيجي غيدير الحجبان بوحدهم وغيضيع عاوتاني الوقت مره اخرى عاوتاني غيدير الشفار بوحدهم فهمت يعني كتما المره وحده اجي بالنسبه للواحد اللي باغي يجي عندك يعني ضروري يعمل معاك رونديفو ولا يجي وصافي ولا عايد في التليفون عادي يجي احسن من الاحسن ياخذ رونديفو وكاين النمره ديال الواتساب يخلي واحد لوديو في الواتساب وديك الساعه انا كنتواصل معاه في الواتساب باش كنحدد هذا الوقت اللي غادي يجي فيه من الاحسن مزيان من الاحسن تبارك الله عليك وشكرا بزاف اللي خطيك